رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. المشاهدون الأكارم في كل مكان، تحية لكم أينما كنتم، أحييكم وأرحب بكم في مستهل حلقة جديدة وقصة قرآنية جديدة من البرنامج الرمضاني قصتي مع القرآن. قصة في هذه الليلة استثنائية لحياة نموذجية تنظمها تعاليم القرآن الكريم وتجسدها واقعا همة عالية وإرادة لا تعرف المستحيل. فأهلا ومرحبا بكم. الله 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 صباحك والمساء بنفحة من آية تجلو صدى الأجفان. الله الله. البيت والجامع والجامعة والمستشفى محاور أربعة تدور في إطارها قصة قرآنية، بطلتها الدكتورة هبة اليوسفي الكبيرة بالهمة والطموح والإرادة والتطلعات. عملي هنا كمساعد باحث في الجامعة، عندي محاضرات نظرية في المعمل عملية. طبعا في يوم الثلاثاء عندي إشراف على طلاب الامتياز، ويوم الأربعاء والخميس عندي نزول ميداني أو تدريب ميداني مع طلاب المستوى الثالث أو الثاني. في الترم الأول كان مع المستوى الرابع. بدأت قصة الدكتورة هبة اليوسفي مع القرآن الكريم في سن مبكر، وظلت تكبر كلما كبرت واتسعت أحلام وطموحات صاحبتها حتى توجت بختم كتاب الله الكريم. بداية قصتي مع القرآن وحفظي القرآن، تجديد الحفظ كان في تاريخ 29 سبتمبر عام 2021. ختمت القرآن بشهر 5 عام 2022. تستشعر الدكتورة هبة اليوسفي معية الله وتوفيقه في كل خطوة تخطوها، فإلى جانب عون الله لها كانت أختها الأصغر منها الملهمة والدافع لها للسير على هدي القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدافع وراء حفظنا القرآن الكريم تأنيب الضمير أولا، ثانيا رمقت مكانة أختي الذي هي أصغر مني تحفظ القرآن وتداوم في المدرسة برغم صغر سنها، وأنا التي أكبر منها لا أبذل شيء من أجل القرآن. فانعقدت عندي عزيمة ونية، وأعان الله سبحانه وتعالى في نهاية المستوى الثالث أن أعود في حفظ القرآن. بذات الهمة والإرادة التي حفظت بها القرآن الكريم، واجهت الدكتورة هبة كل الصعوبات والتحديات التي اعترضت طريقها وتجاوزتها جميعا على قاعدة ما ليس ممكنا ليس مستحيل. تجاوزت الصعوبات أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تفهم معلمتي لوضع الدراسي، وكنت يعني حتى لو تأخرت في وقت الحضور تسمح لي بالمراجعة والحفظ. الشيء الثاني تجاوزت الصعوبات بترتيب الوقت، يعني ترتيب الوقت وتنظيم الوقت يعمل فارق كبير في تجاوز الصعوبات. في حالة ضعف إنساني وتحت ضغوط الواجبات وضيق الأوقات، كانت تراود الدكتورة هبة فكرة الاكتفاء بما حفظته من القرآن وعلومه، إلا أنها كانت تنهل من كتاب الله وتتزود بالطاقة الروحية اللازمة لطرد الفكرة والاستمرار في دربها الإيماني. راودتني الفكرة، قلت خلاص بترك،
بترك يعني خاصة لما أخرج الآن أدرس يعني إجازة رواية شعبة عن عاصم، فأخرج من البيت يعني باكرا، فقلت يعني ليش التعب هذا كامل، خلاص بوقف. وخاصة إن شفت يعني زميلاتي في الإجازة ختمين قبلي، وأنا كنت في البداية قبلهم كامل، فكنت قد خلاص بوقف، والحمد لله أن لم أتوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. الدقة والنظام والشعور بالمسؤولية بحياة صاحبة هذه القصة كلها مستمدة من النظام الدقيق لكون الله الواسع والفسيح، والذي أوضح القرآن الكريم سننه وقوانينه بكل أبعادها وأدق التفاصيل. إلى جانب توفيق الله والإرادة العالية والهمة الكبيرة، كان التخطيط لتنظيم الواجبات والأوقات وضمن برنامج يومي يبدأ قبل أن يبدأ يومنا بساعات، تمكنت الدكتورة هبة اليوسفي المزج العملي بين رسالة الجامع والجامعة وحققت ما أرادت. أبدأ برنامج اليومي من الساعة 3 فجرا أولا بمراجعة ما لا يقل عن جزء واحد. الشيء الثاني مراجعة أو تسميع الحفظ الجديد. بعد ذلك ترتيب الملازم ومذاكرة ما تبقى من واجبات الجامعية. أخرج من البيت الساعة 7، أذهب إلى الجامعة، بعد ذلك من الجامعة مواصلة إلى الجامعة. إذا كنت في المستشفى طبعا نفس الشيء، بعد الجامعة تسميع إلى الساعة 5 عصرا، مراجعة وتسميع سرد مع الطالبات. بعد ذلك أعد إلى البيت، صلاة المغرب والأذكار ومراجعة الورد اليومي، مراجعة الجزء الجديد اليوم الثاني ما بين المغرب والعشاء، والمذاكرة تبدأ من بعد صلاة العشاء. هذا البرنامج اليومي المكثف والمزدحم بالمهام والواجبات الذي ليس فيه مساحة فارغة للهو واللعب، كان في البداية شاقا وثقيلا جدا على مثل فتاة في عمرها، غير أنها ألزمت نفسها به وصبرت وصابرت حتى بات برنامجها الجميل والمحبب. طبعا أقول إنها رعاية وكفالة الله سبحانه وتعالى. برغم ضيق الوقت والمقررات الصعبة التي كانت في الجامعة، الله سبحانه وتعالى عندما في عبارة تقول لا القرآن عندما يزاحم أي شيء يبارك فيه، فهذا كانت بركة القرآن الكريم. لم تكتفي الدكتورة هبة بالحفظ الآلي المجرد، بل سعت إلى الغوص في معاني ودلالات الآيات القرآنية ليكون حفظها حفظا واعيا ومدركا لحقائق القرآن وأسراره وإعجازه. من المهم أن تقرأ الآيات تعي معانيها، فأنا طبعا لست كثيرا مثلا أقرأ في مجال التفسير، ولكن عندما يوجد آية لا أعرف ما هي معناها أذهب إلى التفسير، والتفسير المبسط في التلفون يعني، ولكن أكثر الكتب يعني المقربة لي في علم التفسير تفاسير ابن كثير. كل آيات كتاب الله لها تأثيرها العميق على الدكتورة هبة اليوسفي، إلا أن آيات بعينها تستوقفها مطولا كلما قرأتها وتوقفت عند أبعادها ودلالات معانيها، شأنها في ذلك شأن كل حافظ لكتاب الله.
هناك آيتان في سورة آل عمران تؤثر فيه بتأثير كبير وتوحي لي أنا شخصيا أن الملك لله سبحانه وتعالى، على الإنسان فقط أن يسعي. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآيتين أنا أعتقد أنها كفيلة بترتيب حياتك. الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك وينزع الملك ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يولج الليل والنهار، عملية صعبة يعني الإنسان مش متخيل كيف تحدث، إحياء الموتى وإخراج الموتى. أليس الله كافل أن يدبر أمورك اليومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. طموحات صاحبة هذه القصة وأحلامها كبيرة وكثيرة، تمكنت بفضل الله أولاً وبهمتها العالية وإرادتها الصلبة من تحقيق معظمها، وكانت ولا تزال دائماً في الطليعة. وبقدر ما أعطت الدكتورة هبة للقرآن الكريم من الاهتمام والوقت والجهد، أعطاها القرآن روحاً إيجابية وثابة تدفعها دائماً نحو المعالي وتذلل أمامها كل الصعاب. وأعطاني القرآن رحابة صدرية، بركة يومية، رفعة بين الناس، والحمد لله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتي وليس غرورا أو فخرا. أعطاني كل شيء يفتقده الآخرين، أعطاني الرفقة الصالحة، جنبني واحتواني من ملهيات الحياة. تدرك الدكتورة هبة أن ملازمتها للقرآن الكريم غيرت كثيرا من رؤيتها لذاتها وللحياة وكل من حولها برؤية قرآنية ترى في كتاب الله دستورا ومنهج حياة. طبعا الرؤية تنطلق من آية: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندي شخصيا رؤيتي أن يكون أتمنى أن يكون الكون كاملا قرآنيا، نمشي على أخلاق القرآن وتعاليم القرآن. القرآن يحثني: وقالوا اعملوا فسيرى الله، ليس فقط في مجال القرآن، في أي مجالات، مثلا في مجال التخصص التمريض أريد أن أحضر الماجستير والدكتورة من منطلق هذه الآية. يعني كمان أريد أن أختم القرآن بالعشر القراءات. وبذات الرؤية القرآنية تنظر الدكتورة هبة اليوسفي لدور حافظ القرآن في المجتمع، فهو ليس درويشا منعزلا ومنفصلا عن العصر والمجتمع، بل شخصا فاعل ومؤثر ومبادر وصاحب رسالة. مع الأسف هناك فكرة خاطئة خاصة عند الأمهات، عند الأمهات والآباء، إذا كان مثلا الطالب في المدرسة خلاص يدرس القرآن فقط في وقت الإجازة الصيفية، ولما تأتي المدرسة يوقف، يعتقدوا أن القرآن عائق في طريق التميز. طبعا هذا الكلام ليس صحيح، فكل حفاظ القرآن متميزون، ترى متميزون في جميع المجالات، في الهندسة، في الطب، في المحاماة مثلا، في إدارة الأعمال والمالية، في كل المجالات هم متميزين.
ترى الحافظة لكتاب الله الدكتورة هبة اليوسفي أن مسؤولية حافظ القرآن الكريم متعددة الوجوه تجاه الخالق عز وجل وتجاه كتابه الكريم وتجاه ذاته وكل من حوله، وهي مسؤولية لا تدانيها مسؤولية أخرى، تقتضي على حافظ كتاب الله الكريم أن يستشعر عظمتها ويكون عند مستواها. مسؤولية الخاصة أولا التعهد بالمراجعة، يعني ألا يجعل مصحفه يمتلئ بالغبار في رف البيت، كمان التعهد بالعمل بما في القرآن، أيضا تعليم القرآن. المسؤولية الالتزام بجميع تعاليم القرآن الكريم. سأقرأ الآن برواية شعبة عن عاصم من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. بذكر الله يسلو فؤادي كتاب الله أنسي وزادي ونور الله يهديني دربي وحسبي أنت رب العباد. فذكر الله سري وجهري نسبح بحمد وشكري وندعوه سميعا مجيبا ونستغفره من كل أمر. الله. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا قصة الدكتورة هبة اليوسفي واستمتعنا كثيرا بما ورد في القصة من تفاصيل ومن محطات، شكر جزيل للدكتورة هبة، وبالفعل كنا سعداء بهذه الاستضافة. الشكر أيضا موصول لراعي البرنامج شركة اسمنت الوحدة لدعمها لهؤلاء المتميزين والمبدعين والحفاظ لكتاب الله الكريم. طبعا هذا مبلغ مالي مقدم من شركة اسمنت الوحدة، نقدمه للأخت والدكتورة هبة. أيضا معنا شهادة تقديرية من أسرة البرنامج، تفضلي دكتورة. كل التوفيق والسداد بالنجاح إن شاء الله يا رب. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج قصتي مع القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان.